كل سنه وانت طيب، والف الف مبروك. الف الف مبروك يا باشمهندس. وانت بتطلع الكلام يا باشا، فايبر كبير، ربنا يخليك يا فارق بيه. بجد انت من المنطقه، وطبعا بهني اهالي ابو المطامير بتولي احد ابناء ابو المطامير مديريه الزراعه بالنبريه، وانت اهل ليها. بس قول لنا، انت جيت بعد المهندس محمد الزواوي، فالمفترض ان حضرتك بتستكمل المسيره. قول لنا ايه استعدادات مديريه زراعه النبريه للموسم الشتوي؟ الاول طلب منك طلب صغير، وطي التلفزيون وكلمنا من التلفزيون. تمام يا فندم، اتفضل. يا طارق بيه، انا بنحيي حضرتك وبنحيي الساده الضيوف والقناه والبرنامج عموما، لان برنامج حضرتك برنامج يعني كل الزراعيين في البحيره هنا وخصوصا اهل النبريه بيتابعوا حضرتك متابعه يعني مستمره بصفه دائمه. شرف. انا هنقول لحضرتك كلمتين، ان النبريه واهل النبريه كلهم بيحيوا حضرتك وبيحيوا هذا البرنامج، وعايز نقول لحضرتك ان النبريه مستعده استعداد كامل للموسم الشتوي. الدليل على ذلك ان قامت مديريه الزراعه بالنبريه بتوزيع قرابه 30% من انتاج تجاوي الجمح على مستوى الجمهوريه لجميع محافظات مصر ومحافظه البحيره ايضا على راسهم. النبريه بتتمتع بمساحات كبيره من الاراضي الشاسعه اللي احنا قمنا باستصلاحها افقيا علشان خاطر نزود انتاجيه الجامعة عندنا في مصر، عشان ما نحتاجش للناس اللي بره. احنا النهارده في محافظه البحيره وخصوصا في مدينه النابوريه عندنا مساحات شاسعه، واستخدمنا الميكنه الزراعيه الحديثه اللي هي متواجده عندنا بصفه مستمره عن طريق الميكنه الزراعيه بتاعت وزاره الزراعه في استصلاح مساحات كبيره علشان خاطر محافظه البحيره على راسها مدينه النابوريه بتتمتع حضرتك وانت تعلم جيدا بمساحات كبيره جدا استعدادا للموسم الشتوي وهو موسم الجمح ان شاء الله يا استاذ طارق. طيب انا زميلتي باشمهندس حسن، زميلتي منا بتشاور لي عاوزه تسالك على حاجه، تسالي على ايه منا؟ احب ابارك لحضرتك الاول يعني. ربنا يبارك فيك. كنت عايزه اسال حضرتك، الاسمده متوفره عندكم في النبريه ولا ايه؟ الاسمده متوفره عن طريق منافذ البنك الزراعي المصري في منفذ احمد بدوي ومنفذ الناصريه ومنفذ ال 2100 بمركز بدر ومنفذ اليوفط بالخطبه. يعني معنى كده ان السنه دي يعني مش هبقى فيه ازمه؟ ان شاء الله ما فيش ازمه يا استاذ طارق، والاسمده متوفره والتجاوي متوفره، واحنا جاهزين بجميع التوصيات الفنيه من البحوث الزراعيه علشان نوصل لاعلى انتاجيه غلي الفدان ان شاء الله السنه دي. طيب ايه اخبار كارت الفلاح عندكم؟ الو؟ ايوه يا باشمهندس، ايه اخبار كارت الفلاح؟ كارت الفلاح المنظومه شغاله على اعلى مستوى، ومدينه النبريه رقم واحد في جميع المحافظات في التسجيل على الحيازه الالكترونيه. تمام، يعني الدنيا ماشيه تمام. الدنيا ماشيه زي الفل. وعاوزين بصمتك يا باشمهندس حسن، انت مش غريب، انت من هناك من المنطقه وحافظها بالشبر وعارف الدنيا ماشيه ازاي. يا طارق بيه، ان شاء الله مدينه النبريه تكون المديريه رقم واحد ان شاء الله على مستوى جمهوريه مصر العربيه في انتاج الجمح السنه دي، في كارت الفلاح، في توزيع الاسمده، في تصدير الفاكهه والخضار، في جميع المحاصيل الموجوده لسد الفجوه الغذائيه في الامن الغذائي الوطني. وانا بشكرك جدا يا باشمهندس حسن، والف الف مبروك. بشكر المهندس حسن. وانا سعيد جدا بلقاء حضرتك وتحت امرك، متشكرين جدا يا طارق بيه والساده الضيوف وكل مشاهدي قناه التي سي. شكرا، بشكر المهندس حسن هبه مدير مديريه الزراعه بالنبريه الجديد،
وعارفين ان انت بصماتك كانت موجوده، كنت موجود في ابو المطامير، كنت موجود في وادي النطرون، ودلوقتي تعتلي اكبر منصب هناك موجود مدير مديريه الزراعه بالنبريه.